تخوض الفصائل الفلسطينية معارك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدد من محاور قطاع غزة، حيث شهدت صباح اليوم شوارع مدينة خان يونس ثاني أكبر مدينة في غزة اشتباكات عنيفة، كما تشهد منطقة النصيرات اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، كما سمع عدوي اشتباكات عنيفة في حي شجاعية شرقي مدينة غزة. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين واثنين وإصابة 29 آخرين بعضهم بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وبمقتل الضابطين يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 131 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، وإلى 466 قتيلا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. هذا وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية قتل المحتجزين الثلاث بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وأرجعته للتقصير في معلومات استخباراتية للجنود بالميدان. هذا وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن المنظمات الإنسانية والأممية لا تستطيع تقديم خدماتها بغزة في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وطالبت منظمة اليونيسيف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف إطلاق النار بالقطاع، مشددة على أن إيصال المياه إلى غزة بات ضرورة وأولوية في ظل ما يعيشه سكان القطاع، محذرة من أن قلة المياه تنذر بانتشار أمراض خطيرة. ومن جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حاليا خدماتها بشكل جزئي. من بين أنقاض المنازل المدمرة وسط قطاع غزة، يبحث الفلسطينيون عن أي شيء قد يستفيدون منه وسط الأجواء الباردة والممطرة ونقص الإمدادات وعدم توفر الطعام والماء. حياة صعبة وأوضاع مزرية يعاني منها هؤلاء مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. كل المعنى حرام خفيف وبننام على الأرض، بسم الله على الأرض بننام، وتعمل الخيام في الليل بتندي وإحنا على البحر، والشتاء بارد 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 جداً، ولما اصعب شيء انك تقدر حاجتك في الشتاء في المنطقه المغربيه، لا في خدمات ولا في ميه ولا في صرف صحي وريحه مجاري ولا في مزبله بلا مواقف، حياه كئيبه. 90% من الفلسطينيين لا يملكون الطعام او الشراب، ياتي ذلك فيما حذرت منظمه الصحه العالميه من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزه في ظل تدهور المنظومه الصحيه، لا سيما مع نزوح قرابه 1 مليون طفل في غزه، فضلاً عن عدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم خدمات الإسعاف في شمالي غزة، وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين، وفقاً لمنظمة الصحة التي أكدت أن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حالياً خدماتها بشكل جزئي. وبرغم دعوات وقف إطلاق النار، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، حيث استهدف الاحتلال منازل في بلدة ومخيم جبلية وخان يونس ووسط القطاع، وأيضا في مدينة رفح بجنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف. ورغم مواصلة الاحتلال لعملياته البرية، إلا أنه لم يستطع أن يجد حلا لمعضلة الأنفاق حتى الآن، كما أن فصائل المقاومة تمكنت من استدراج القوات الإسرائيلية في كمائن، ما أسفر عن مقتل العديد من قادة وجنود الاحتلال. أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاعا كاملا لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة للمرة السادسة بسبب العدوان المستمر. وأكدت شركة الاتصالات أن العدوان الإسرائيلي المكثف على القطاع تسبب من جديد في انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف الخدمات وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شمال قطاع غزة. هاي شيء.
استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مركبته قرب دوار بيت عينون شمال الخليل. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء قيادته مركبته عند مدخل بيت عينون بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، مشيرا إلى أن الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. إطلاق نار على بيت عينون. وإلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات والمداهمات لبلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. وفي جنين وقعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي طوباس وبلدة طامون شمال الضفة الغربية وسط إطلاق كثيف من قبل الاحتلال، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. هذا واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.